أهلا بيكم في قراءة اختار كارت. هنعمل دلوقتي اختار كارت، حط شخص في دماغك وخلينا نشوف الشخص ده انت مين في حياته، انت مين بالنسبة له، عاوز منك ايه، وازاي ممكن العلاقة ما بينكم تمشي. كمان هناخد لك نصايح ازاي انك تتعامل معاه. فأتمنى ان القراءة دي تفيدكم ان شاء الله. المرة دي احنا عاملينها بثلاث مجموعات، في ناس بتحب ان احنا نعمل القراءات مجموعتين وناس بتحب ثلاثة، فاحنا بنحب ننوع يعني شوية كده وشوية كده، ما بنستقرش على شيء واحد من باب التنويع. فمعانا اول مجموعة الحجر الابيض او الكروت، دي كروت الرايدر ويت العادية. تاني مجموعة الحجر البني أو الكروت، دي الجلد التاروت. تالت مجموعة الحجر الموف أو الكروت، دي الكوزميك تاروت. ركزوا طاقتكم واختاروا مجموعة لشخص معين في دماغكم، أكتر مجموعة، أكتر من مجموعة لأكتر من شخص. ممكن حتى تختاروا أكتر من مجموعة لنفس الشخص لو تحبوا، يعني في ناس بتقولي مثلا أنا حرفي وحرف الشريك في نفس المجموعة، لو الناس اللي بتختار بالحروف يعني. إحنا عاملينها بحروف الشريك، حتى لو حرفك في نفس المجموعة ده ما يأثرش على شيء، لأن أنت أصلا حاطط نيتك على الشريك، فحط نيتك عليه واختار المجموعة علشان هو. احنا بنختار بحرفه هو مش بحرفك انت، فركزوا واختاروا علشان نبتدي على طول. اوكي، خلينا نبدأ بأول مجموعة. الناس اللي اختارت الحجر الأبيض واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق، خلينا نشوف. عذرا على صوت الإزعاج، ما بدأوش يعملوا إزعاج غير لما بدأت القراءة يعني، بس إحنا ولا حاجة توقفنا يعني، مكملين رغم كل شيء. فخلينا نشوف. تمام. طاقتكم انتو ال 6 of wand ورا منها ال 3 of pentacle. على فكرة انا بشوف انه انت بالنسبة للشخص ده حاجات كتير جدا، لكن انت اللي بتتقل وبتتنك عليه يعني. لو القراءة دي بقى عكسية عكسوها، بس انا شايف هنا ان انت اللي ليك سلطان في العلاقة دي، بتمشي الشخص ده زي ما انت عايز، بتقرب وبتبعد براحتك. ممكن كمان تكون العلاقة دي ثلاثية، يعني سواء بقى الثلاثية من طرفك من طرفه او حتى علاقة رباعية، المهم انه دايما الشخص ده بيكون مستنيك وانت بتبعد وبتقرب بمزاجك. في حاجة شغلاك غيره، مش شرط برضو شخص، ممكن يكون يعني عمل اللي بيشغلك او سفر، المهم ان انت دايما مشغول عن الشخص ده وانت اللي بتقرب وبتبعد بمزاجك. ممكن كمان للبعض منكم تكونوا بتشتغلوا مع بعض، المهم انه انت بالنسبة للشخص ده حاجات كتير جدا. ممكن يكون مثلا بيربطكم ببعض علاقة عمل، دي علاقة كراش، ممكن ما تكونوش لسه دخلتوا في علاقة رسمية بالفعل، ممكن تكون مثلا دي علاقة لسه في أولها، ويعني ده كراش مثلا. ممكن أغلب اللي اختاروا القراءة دي يكونوا مثلا اختاروها علشان كراش، فأنت شايف نفسك عليه شوية، وشوية بتبقى حلو معاه وشوية بتتقل عليه مثلا. فممكن ده يكون مثلا صديق ليك في العمل، صديق في الدراسة، في الجيم، في أي مكان، وفي يعني انتوا بتكرشوا على بعض مثلا، فهو بيحبك جدا. ممكن يكون لسه ما اعترفش،
لكن انتوا الاتنين حاسين الحب ده تجاه بعض حتى لو انتوا بتتقالوا على بعض. بيحس ان انت اوقات كتير بتختفي او اوقات كتير غامض، وان هو مش قادر يفهمك، دايما بيراقبك، دايما دايما بيكون مستني منك ان انت تهتم بيه وان انت تسأل عليه وان انت تاخد خطى تجاهه، فبيكون دايما مستنيك يعني ومهتم بيك جدا. عاوز منك ايه الشخص ده؟ عايز يقرب لك، عايز يتكلم معاك، عايز يعرفك اكتر، حتى لو على سبيل الصداقة يعني. المهم ان هو عايز يقرب منك وعايز يعرفك اكتر. غالبا الشخص ده هو بيحبك حب صادق على فكرة، وانجذابه تجاهك انجذاب صادق، لكن غالبا الشخص ده يعني مثلا ما مرش بعلاقات كتير، ما عندوش اصدقاء كتير، فهو محتاج لوجودك في حياته ومحتاج ان انت تكون موجود معاه يعني. هتقولي طب ما هو كده مش عايز ارتباط وجواز. ما هو اكيد مش هيقولك تعالى نرتبط ونتجوز وهو لسه ما يعرفكش، فهو عايز ان هو يتعرف عليك اكتر وتقربوا من بعض وتفهموا بعض اكتر، وبعد كده ممكن ان انتوا تاخدوا قرار مع بعض يعني. انا بشوف انه يعني في فرصة كويسة ان انتوا تقربوا من بعض، لكن اعتقد ان انتوا الاتنين عندكم خوف من الارتباط او خوف من الدخول في علاقة. يعني انتوا الاتنين معجبين ببعض وعايزين بعض، بس مترددين في انكم تعترفوا، وعندكم خوف من الارتباط الجاد بسبب ان انتوا الاتنين خذلتوا كتير قبل كده، وعلشان كده انت متأني جدا وهو متردد جدا، فشوية في عندكم خوف من الموضوع ده، فبشوف ان الامر ما بينكم واقف شوية يعني. من المحتمل انه تتكلموا، لكن قصة بقى اعتراف وعلاقة جادة وكده اعتقد ان الموضوع ده هياخد وقت يعني. فخليني اشوف طيب الرومانس انجلز هيقولوا لنا ايه. في هنا برج الاسد والحمل، برج الدلو والقوس، العذراء والحوت. هنا في أبراج مائية باكتساح ونارية برضو، وعقرب برضو موجود، والطاقات كلها موجودة، بس برضو يعني ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. هنا بيقول لك باست لايف ريليشن شيب، انتوا الاتنين تعرفوا بعض من قبل كده من حياة سابقة. يقول لك هارت تو هارت كونفرزيشن، حاولوا ان انتوا تتناقشوا تتكلموا كتير، تفتحوا قلوبكم لبعض، ده مهم جدا. حاول ان انتوا تقربوا من بعض وتتكلموا وتفهموا بعض، حتى لو مش هتدخلوا مع بعض في علاقة جادة، لكن حاولوا ان انتوا تتكلموا يعني، ده هيكون مفيد جدا ليكم انتوا الاتنين. خلينا ناخد كارت من الانجل انسر. بيقول لك تواصل بوضوح، برضو الكارت ده بيقول لك حاول ان انت تتكلم معاه وان انتوا تتكلموا على المكشوف وتفتحوا قلوبكم لبعض، ده هيساعدكم انتوا الاتنين. انا قلت لك الموضوع هياخد شوية وقت، فعلا هنا طلع لك not the right time، مش هو ده الوقت المناسب، ففي الوقت المناسب كل حاجة هتبقى تمام. حاولوا ان انتوا تقربوا من بعض بهدوء براحتكم، وما تستعجلوش على اي شيء يعني، كل حاجة هتيجي في الوقت المناسب ان شاء الله. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الأول، الناس اللي اختارت الحجر الأبيض، وخلونا نروح للمجموعة اللي بعد كده، ونروح بعد كده للاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر البني واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف خير بإذن الله. تمام. طاقتكم انت والشخص ده كنتوا منفصلين قبل كده، او حتى منفصلين دلوقتي،
المهم ان انت اكيد عايز فرصة في العلاقة دي. ممكن كمان تكون العلاقة دي لبعضكم علاقة ثلاثية. المهم ان الشخص ده شايفك فعلا ان انت توأم روحه وان انت الشخص المناسب ليه للزواج، بيراقبك ومهتم بيك جدا، لكن هو مش محسسك بده. انتوا على فكرة ممكن تكونوا منفصلين بالفعل يعني، لكن الشخص ده مهتم بيك قوي وبيتخاطر معاك جدا جدا وعايز يرجع لك. ممكن يكون ما بيبين لكش ده، لكن هو بيراقبك في السر ومهتم بيك جدا، بيحاول انه يعرف عنك كل شيء، وكل الاخبار اللي بيقدر ان هو يعرفها عنك بيحاول ان هو يوصل لها، وبيحاول ان هو يطمن عليك من بعيد. انت بالنسبة له حاجات كتير جدا. الشخص ده بيحلم بيك ومستعد ان هو يعمل علشانك اي شيء، وقلبه موجوع قوي في البعد عنك حتى لو انت كان ظاهر لك عكس كده. هو مهتم بيك جدا وبيبكي بالليل وبيحلم بيك على فكرة. جايز ما تصدقونيش، لكن ده اللي ظاهر هنا. وانت بالنسبة له حاجات كتير جدا. الشخص ده عايز منك ايه صحيح؟ هو ممكن يكون قاسي شوية في طريقة تعامله، او ما بيعبرش عن الحب، ودايما بيكتم مشاعره جواه وتحسه شخص تقيل كده وبينقطك بالحب، لكن هو بيحبك كده زي ما انت، ودي طبيعته يعني. فهو يعني شايفك جذاب قوي ومش حابب ان انت تكون لحد غيره. هو على فكرة بيحبك حب تملك وعايزك تكون علشانه هو وبس، وما يحبش ان انت تروح لحد غيره ابدا، انت بتاعه. فهو بيحبك حب تملك، شايفك ان انت توأم الروح، توأم الشعلة، زوجه المناسب والأبدي، شايفك أبو ولاده. هو مش عارف يشوفك غير كده، شايفك انت حياته كلها، وانت الشخص المناسب للزواج والارتباط والإنجاب وكل شيء. فزي ما قلت لك، هو بيحبك حب تملك وعايزك تكون بتاعه هو وبس. يعني مهما انفصلنا، مهما اختلفنا، نتصالح تاني، وانت ما تروحش لحد غيري يعني. فبيحبك حب تملك. انا بشوف انه لو كنتم منفصلين او متطلقين وكده، هيحاول ان هو يرجعك مرة تانية. لو كانت دي مجرد علاقة، فهيحاول ان هو يعوضك عن كل اللي فات، وانه يرسم علاقته معاك بعقد مرسم يعني. فانا بشوف ان هو هيحاول ان هو يحارب لاجلك، هيحاول ان هو يتملكك تملك فعلي، مش ان هو يسيطر عليك او ان هو يتحكم فيك، بس تكون انت تابع ليه وما تخصش حد غيره هو وبس. يعني تكون في العلاقات انت بتاعه هو وبس، ما بتفكرش في حد تاني، ما تروحش لحد تاني. وهيثبت لك فعلا بالافعال مدى حبه يعني، حتى لو كان هو تقيل في الماضي. يعني هيخرج عن صمته، او هيبتدي ان هو يعبر عن مشاعره الداخلية دي. خلينا طيب نشوف الانجل انصر هيقولوا لنا ايه. بس قبل ما ناخد الانجل انصر، معانا هنا برج الجوزاء، برج السرطان، الميزان، العقرب، اكتر من مرة العقرب، السرطان تاني، والحمل، والطاقات كلها موجودة. بس برضو ما تلتزموش قوي بالابراج والطاقات. فخلينا نشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. بيقول لك ادي للعلاقة دي فرصة، حاولوا ان انتوا الاتنين تاخدوا خطوات بحيث ان انتوا تقربوا من بعض. حاولوا تقربوا من بعض وتدوا للعلاقة دي فرصة. بيقول لك خد بالك من العلامات الحمراء. طيب خلينا ناخد برضو كارت من الانجل انسر. بيقول لك خليك ايجابي او فكر بإيجابية، ويطلع لك هنا ان القرار يرجع لك. فانا بشوف ان الشخص ده انت بالنسبة له حاجات كتير جدا. عشان اكون جاوبنا على سؤال القراءة، انت توأم الروح، توأم الشعلة، الزوج المثالي، ابو اولاده، عايزك ان انت تكون بتاعه هو وبس. وكمان هيثبت لك وهياخد خطى جادة في ان هو يقرب منك. فانا بشوفه بيحبك حب صادق، ولو انت عايز فرصة وعايز صفحة جديدة، فالفرصة دي هتكون ان شاء الله.
ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر البني. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وخلونا نروح للمجموعة اللي بعد كده. ونروح بعد كده للاختيار الأخير، الناس اللي اختارت الحجر الموف واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف خير إن شاء الله. بسم الله. تمام، انت علاقتك مع الشخص ده علاقة محيرة جدا. ممكن تكون العلاقة دي في الوقت الحالي علاقة تواصل روحاني او تواصل عن بعد. للبعض منكم كمان ممكن تكون دي علاقة انترنت، لأغلبكم على فكرة العلاقة دي علاقة انترنت، او الشخص ده انت تعرفت عليه من خلال الانترنت والعلاقة دي تطورت، انتوا بتتكلموا على الانترنت كتير، الشخص ده مثلا في بلد تانية يعني. بس اللي كتير منكم يعني 70% منكم دي علاقة انترنت. المهم انه انت واخد موقف من الشخص ده او انتم بعاد عن بعض. لو كان في فرص في العلاقة دي فانت ضيعت كل الفرص وقفلت عليه كل الابواب. ممكن تكون مثلا عامل له بلوكات من كل حتة، قفلت عليه تماما يعني، ويعني هو مفيش طريقة مثلا ان هو ممكن يكون بيكلمك بيها. فهي العلاقة دي بس دلوقتي علاقة تخاطر أو تواصل روحاني. أنت شوية حاسس إن أنت طاقتك ملخبطة، ويعني ممكن يكون في حياتك على فكرة أكتر من شخص. هي دي على الأغلب كانت علاقة تقضية وقت أو علاقة ما تطورتش بسرعة يعني، وأنت انفصلت عن الشخص ده بكامل إرادتك. جايز تكون لسه بتفكر فيه وكل حاجة ولسه عندك حنين ليه، لكن انت اللي تباعدت وانت اللي قطعت يعني بكامل قواك العقلية يعني، ما حدش اجبرك على الانفصال ده. الشخص ده عايز منك ايه؟ هو عايز يتجوزك على فكرة، هو عايز ترسيم العلاقة وعايز زواج. يعني زي ما انتوا شايفين كده هو بيبص عليك بيراقبك، عايز ان علاقته تتطور وان هو ياخد الفرصة معاك ويكون في ما بينكم زواج وارتباط جاد. يعني هو بيفكر في الموضوع ده جامد قوي، وعايز انه يقضي معاك وقت لطيف حتى لو انتوا في بلاد مختلفة. فهو عايز يستفر لك، عايز يبعت لك رسالة، بس انت غالبا يعني منعه من ان هو يتواصل معاك. لكن هو عايز يقضي معاك وقت حلو وتتبسطوا سوا يعني. ايه اللي ممكن يحصل ما بينكم؟ انا بشوف انه هيحاول على فكرة الشخص ده مجددا انه يديلك عرض كويس ويعوضك، ممكن على الاغلب كمان يكون عرض مادي اللي انت هتاخده من الشخص ده. بس انا بشوف ان انت يعني ممكن تكون شايف ان الشخص ده شخص توكسيك او ان دي علاقة سامة، وانه على قد ما انت بتحب الشخص ده وعلى قد ما انت معجب بيه، لكن انت مش هتقدر ان انت تتحمل العلاقة دي مرة تانية، وبالتالي ممكن ترفض هذا العرض. لان انا بقولك انت على قد ما انت بتحبه، على قد ما انت بتفكر فيه، على قد ما هو بيجي على بالك، لكن انت شايفه شخص توكسيك وان هو شخص لا يصلح، وانه مهما كان الحب ومهما كان الانجذاب خلاص احنا ما ينفعش ان احنا نكمل مع بعض، واحنا اشخاص غير مناسبين لبعض. فانا بحبك وبفكر فيك وبتخاطر معاك، لكن من بعيد احنا مش هينفع ان احنا نكمل مع بعض تاني، والاشخاص غير مناسبين لبعض. انا بشوف ان انت اللي هتاخد القرار ده. يمكن انت مش واخد القرار ده دلوقتي، بس ساعتها هتقتنع يعني ان ما كانش ده حصل بالفعل كمان. فخلينا نشوف طيب الرومانس انجلز هيقولوا لك ايه. احنا معانا هنا برج الجدي، برج الثور، العقرب والحمل، العقرب تاني، الميزان والدلو، والطاقات كلها موجودة. وبرضو ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات.
طلع لك هنا باشن، اسمح لقلبك ولروحك ان هم يغنوا بالمرح وان انت تتبسط سواء كنت موجود مع الشخص ده ولا لا. هنا بيقول لك تقدر ان انت تدي للعلاقة دي فرصة لو تحب، ولكن بشرط ان انت والشريك انتوا الاتنين تشتغلوا مع بعض على العلاقة دي. هو على الاغلب في الماضي انت اللي كنت بتشتغل على العلاقة دي لوحدك، وهو ده اللي خلاك تنسحب من العلاقة لانه ما بيساعدكش ان انتوا تطوروا من العلاقة دي، مع انه شايفك يعني حاجة كويسة لكن انت شايفه غير مناسب وشايفه خاين. ممكن يكون كمان هو اللي كان بيتهمك بالخيانة يعني، فهي كانت علاقة معقدة بعض الشيء وحاسسها برضو شوية علاقة مريبة. فحاول انك تبلغنا عنها اكتر في التعليقات وتقول لنا قصتك يعني، لان من الواضح ان هي فيها حاجات كتير يعني، واللي احنا بنقوله ده ما هو الا مجرد معلومات سطحية عنها يعني. من الواضح ان الموضوع عميق وكبير يعني، فقول لنا في التعليقات ايه الحكاية دي. خلينا طيب نشوف الانجل انسر هينصحوكم بايه. انت مستعد وسنة من دلوقتي، فاكتبوا لنا في التعليقات ايه الحكاية دي علشان نستفيد كلنا من قصتكم يعني. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الثالث، الناس اللي اختارت الحجر الموف. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.